هاي ايفريوان، اليوم رجعت لكم بفيديو جديد. واليوم يا اصدقائي نفس ما قرات في العنوان، اليوم نزلت يا اصدقائي الجزء الثاني من تحديث الفراعنه. في اليوم يا اصدقائي نزلت الحيوانات اللي قلت لكم عنها وملابس كليوباترا وهمات الصندوق يا اصدقائي، يعني حرفيا الاشياء كلها نزلت. في اليوم يا اصدقائي سوي راح نشوف ايش قد اسعارهن، وبنفس الوقت راح اخذهن وهمات نستخدمهن نشوف شنو رايي بيهم. قبل ما نبلش بالفيديو احط رايكاتكم مشترك في القناة، تعالوا خلونا نشوف الاشياء الجديدة. ليتس جو، هسه خلونا ندخل على العروض ونشوف شنو الاسعار الجديدة. اوكي، اول ما دخلت يا اصدقائي شفت انه ملابس كليوباترا بشحن، اذا راح تشتروها وحدها. وات، ليش نزلوها بشحن والصندوق بجواهر؟ او ماي جاد، اكو واحد ينزل صندوق بجواهر والملابس وحدها بشحن؟ والله كنت متوقعة هالشي راح يصير، وما توقع انه لاعبين بي كيكس حانين راح يروحون يا اصدقائي الملابس بشحن، لان هم ما يريدون اشياء بشحن فراح يروحون للصندوق، وبهالحالة بي كيكس ما راح تستفاد. فما ادري شلون فكروا صراحة بهالفكرة، يعني شي غريب ليش نزلوا الملابس بشحن. زين الحيوانات، الحيوان الهورس هاوك سعره هم زين بكوينزات، يعني فنفس ما تشوفون هنا ب 75,000 كوينز. تعالوا خلونا نشتريها مزين، يعني هو كلش رخيص ترى. اوكي هم زين بكوينزات على الاقل، فيلا خلونا هسه نشتري. خلونا نشوف، واو هذا يا اصدقائي شكله حلو حلو الصراحة يجنن. اوكي، وهنا عندكم الحيوان الثاني اللي هو مامي كات، فخلونا نشتري ب 100 جوهرة بس. فتعالوا خلونا نشوف، هم سعره رخيص ترى عن بقية الحيوانات، يعني لا بأس بالسعر. وهو هذا الحيوان نفس ما تشوفون صراحة يجنن. اوكي، فهسا اول شي خلونا نشوف الحيوانات بعدين نرجع الملابس كليوباترا. فيلا الحيوان هو المفروض يا وين بالضبط، المشكلة ما شفت. خلونا ندور هنا، هذا هو اول واحد اللي هو المامي كات، فخلونا نشوف شكله. هذا هو يا اصدقائي المامي كات، شوفوا كيف شكله يا اصدقائي، خلونا نحمله حتى نشوفه. هذا هو الحيوان يا اصدقائي نفس ما تشوفون، شوفوا وجهه، حرفيا الحيوان كلش حلو الصراحة وشكله يجنن. بس انتوا كتبوا بالتعليقات ايش رأيكم شكله، خلونا هسه نقيم الشكل. عن نفسي راح اقيمه 7/10، يعني الشكل لا بأس بيه والسعر هم مات زين. فيب، وهو هذا الحيوان الاول اللي هو المامي كات. هسه خلونا نشوف يا اصدقائي الحيوان الثاني بالكوينزات، اتوقع موجود بهاي الخانة. خلونا نشوف يا اصدقائي، هذا حلو، فخلونا نشوفه. طبعا انا احس احلى من المامي كات، فهذا هو نفس ما تشوفون. طبعا هو حيوان يطير اذا كبرته، يعني يرتفع شوية عن الارض، وصل حاليا مرتفع شوية يعني شوية. اوكي يا اصدقائي خلونا نحمله ونشوف شكله، شوفوا شكله كيف، وشوفوا الذهب الموجود فيه حرفيا يجنن، لكن هذا الذهب رخيص لان الحيوان يا اصدقائي بكوينزات. فنفس ما تشوفون اهم شيء ان الكل راح يقدر يشتريه، لان السعر جدا رخيص وهو 75,000 كوينز فقط. فصراحة اشوف السعر جدا رخيص على الجواهر والكل راح يقدر انه يشتري. فبعد قلوا بتعليقات رأيكم عن شكله بالتعليقات، صراحة يجنن وحقيمة 8/10 لانه رخيص وشكله اصلا حلو. طيب هسه يا اصدقائي شفنا الحيوانات الجديدة، فتروح يشترون يا اصدقائي، وشوفوا الشعر، او ماي جاد الشعر يا اصدقائي، خلينا نشتري ونجربه على شخصيتي هي مال ملابس كليوباترا. اوكي فانا حاشتري هذا العرض يا اصدقائي، طبعا اكو ميزة انا ما حاشتري هذا النيل لان اصلا الاساس عندي وما احتاج هاي الجواهر او الكوينزات، لكن راح تفيدكم في حال انتو اشتريتوا الصناديق. يعني تخيلوا الصندوق الواحد ب50 جوهرة، واذا اشتريتوا 11 صندوق راح يصير ب500 جوهرة، حس كوما. لكن هسه حاليا انا حاشتري فقط الملابس، يعني بدون يعني بشحن باختصار. اكو ميزة يا اصدقائي لليوتيوبرز بي كيكس زي سوتها الهم، بدل ما اصدقائي تعرفون انه كنا نطلع من الحساب ونشوف ايش قد السعر ومدري شنو للاشخاص اللي يتابعون، لكن هسه بي كيكس زي سوت هاي الميزة انه راح يطلع لنا العروض ونشوف السعر ونحكي عنه، بعدين بمجرد ما نضغط راح نقدر نحصل ملابس مجاني، لانه يا اصدقائي هم اول تالي يكون يعطونها مجاني عشان احنا يوتيوبرز. فنفس ما تشوفون هاي الملابس ومجرد ما اراوكم اياها واضغط على هاي راح احصلها. خليني اراكم يا اصدقائي، شفتوا حصلتها بساعة. هذا هو الوجه الاول يا اصدقائي، الوجه يجنن، وهذه هي البلوزة، وهذه هي التنورة،
وهذه هي الاكسسوار تبع الافعى، يب نفس ما توقعت شكل افعى. وشوفوا الشعر يا اصدقائي، خلونا نسكر الشعر لان شكله كلش مميز. شوف ايش قد طويل، او ماي جاد. وهذا همات الحذاء. اوكي خلصت هسه هذه. زين لو اشتري هسه هاي، هل راح اقدر احصل الجواهر والكوينزات وحدهن؟ خلونا نشوف. ما قبل يا اصدقائي شكله، لين عند الحيوانات، فيعني الكوينزات والجواهر يكون انا يا جماعه هنا او شيء مثل هذا، حرامات. اوكي فيلا هسه يا اصدقائي اشترينا الاشياء الجديده، فتعالوا هسه نجرب ملابس الكليوباترا. فخلونا نشوف هاي موجوده هنا، هاي او ماي جاد الملابس تجنن يا اصدقائي. شوفوا الشعر ايش قد طويل، خلونا نطلع وراكم اياها. هذه يا اصدقائي الملابس، شوفوا ايش قد الشعر طويل، وات شكله حتى غريب، يعني معقوله شلون كليوباترا يسوي شعرها بهذا الشكل هيجي؟ فصراحه شكل الشعر جدا غريب ومميز. وشوفوا من نمشي، من نمشي يا اصدقائي تطلع شكل هلال بالحذاء، واو هلال ازرق ولون همات بني فاتح او لون تراب يعني. اوكي يا اصدقائي فالصراحه الملابس جدا حلوه، ركزوا فيها هيجي اتجنن، بس ما حاسه لون البشره هذا راح يلوق لي، خل اغيره. ويت وين كانوا مستخدمين بي كيكزي؟ مشكله ما اتذكره، لا مو هذا، يمكن هذا كان. المهم يا اصدقائي الوان البشره اللي تكون باللون الاسمر فاحسها كلش راح تذوق للملابس، فالناس ما تشوفوني اصدقائي احسها كلش حلوه بهذا الشكل. فهم زين بي كيكزي نزلت لنا ملابس بنات كلش حلوه وجديده، فالصراحه انا كلش حبتها. هسه شو نجرب؟ نجرب هذه الملابس لكن على شخصيتي، خلونا نجربها يا اصدقائي ونشوف كيف شكلها. طبعا راح اقيمها بالشكل، هما 9/10، انا حاسه ان لون البشره عليها كلش مخليها احلى، فشوفوا بالبشره هذه مو كلش. فهسه خلونا نجرب يا اصدقائي الوجه مالتي ونشوف كيف راح يطلع. ويت ها هذا هذا، اوكي راح ابقيه بهالشكل، وهما خلونا نجرب النظاره وياه. او ماي جاد شوفوا كيف، وات لا ما احس كل شيء يدوق مثل ملابس كليوباترا يعني الوجه مالتها. فنفس نفسه دا تشوفونهم هذا الشكل، شو تقولون يعني الشعر لايك شخصيتي؟ ما ادري احس مو كلش يعني واو مثل ما وجه كليوباترا، عشان يا اصدقائي المكياج او هو شكل بشكل عام شكل حاد، فلذلك يا اصدقائي مو شكل كيوت، ما احس يعني مو كلش يا اصدقائي ضابط. فشوفوا قلوا بتعليقات رايكم اذا حابين ملابس كليوباترا اكثر او على شكل شخصيتي. وهسه خلينا نجرب اخر تجربه ونختم الفيديو، انه اجرب هذا الملابس لكن بشعر شخصيتي. فهذا هو الشعر، او ماي جاد ترى يجنن، حتى اكسسوار الافعى بين، اتوقع هناك ما كان واضح كلش، بالشعر ما تحسه كلش واضح، واو هنا صدق حلو، شوفوا يجنن صراحة، اكسسوار الافعى تبين اكثر، وهما احس يعني الشعر علي احسه احلى من شعر كليوباترا، لان شعر كليوباترا على وجه شخصيتي ما كان ضابط. فايش رايكم يا اصدقائي بالتعليقات؟ صراحة الملابس تجنن واحلى من ملابس البنات السابقة، يعني ذيك ابد ما كانت حلوة، فخلونا نحفظ يا اصدقائي هاي الملابس لان حلوة. اوكي راح احفظها بدال الزيرو جرافتي وبس. هذا هو كل شيء بالفيديو، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا وياي، وهذا هو كل شيء، حطوا لايكاتكم وبس، باي باي.